السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم شباب؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بزاف ديال الدراري كانوا سولوني على شنو هو انواع ديال لي كليو سبي، و شنو زعما الحجم المناسب ديال الكليو سبي مثلا باش نحرق فيه الوي في سلاكس، ولا ندير فيه كالي لينكس، ولا ندير فيه المهم، ولا ندير فيه شي أداة مثلا اللي كتساعدنا مثلا على البين تيستينغ، ولا اختبار الاختراق، ولا شي حاجة بحال هكا. بالنسبة لبعض الأنواع ديال الكلي يو اس بي أنا نوريكم دابا، وعلى حتى الحجم المناسب كيف ما كتشوفوا. زعما اللي بغى ياخد شي كلي يو اس بي من بين هادو، هادو كاع مزيانين، اش بي كاين، اش بي كاين، توشيبا كاين، بزاف كما كتشوفوا ها هما الانواع ديال لي كليو اس بي. كاين ديك كينغستون تا هي مزيانه، يعني كاين بزاف الانواع، بزاف الانواع. بالنسبه للمهم اي كلي يو اس بي راه غتكون ان شاء الله مزيانه، زعما غتكون كاليتي مزيانه. بالنسبه للفيديو ديال اليوم اللي هو علاش تيركز بالضبط، وهو على الحجم، يعني انني باش نهز نظام الكالي لينكس ولا الوي في سلاكس ونديرو فيه، يعني نحرقو فيه، يعني نديماري بالكليو اس بي، يعني ندير كليو اس بي مبوتي مثلا في اش بي ولا دير ولا شي حاجه اف 12 ولا اف 9 ولا شي حاجه، ونديماري بالنظام اللي كاين في الكليو اس بي. هذا هو اللي كيحتاجو الدراري علاش تيسولوا على الكليوس. كنصيحة، من الأحسن يكون فيها 8 جيجا، يعني واخا يكون فيها يبقى اسباس خاوي وداكشي، يعني ماشي مشكل. مثلا واخا تهز 6 جيجا، ولا تهز 5، ولا المهم 8 جيجا والفوق غتكون مزيانة. وكنصيحة، ملي تبغيو شي كليوس بي ولا كانوا عندكم فيها شي معلومات، شي تصاور ولا شي دي بي دي اف ولا اي حاجة، حاولوا تحيدوها من الكليوس بي، لانه ملي كتطرا عملية الحرق ديال داك النظام في ديك الكليوس بي، اشنو تيوقع لي دوني ديالكم تيمشيو. وبالنسبة لبعض الادوات اللي كنستعملو باش كان نديرو عملية الحرق، كاين هاد النظام هذا ريفيز، تتقلبوا عليه ريفيز، رفيت مني وقيلا شارحه وحاطه في يوتيوب. هذيك لوتي زوينة وكتساعد، ها هي كيف ما كتشوفوا، ها هي ريفيز، هادي كتساعد باش تبوتي فيها، يعني باش تحط شي نظام كيف ما قلت لكم، ككالي لينكس، وي في سلاكس، اي نظام بغيت تحطيه في اليو اس بي وديماري بيه، يعني ما تانستاليش يعني كنظام عادي في البي سي. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.